Well, we've got a 13-minute first game. 11-9. Number four seed just sneaking that one. A little bit edgy at times from both players, but number four seed getting the win. Oh, how many nicks are going on here? Hand out. Game ball. Now just try and get on top of Abdullah. Got it. Oh, that's slotted. Here they come. Here comes the crowd. Here comes the steam train. That is Abdullah, 13-minute first game. Wow. Oh, how many nicks are going on here? Nick has found that the just net. Rolled. Absolutely flying. He's been hitting those walls hard, hasn't he? He certainly has. Oh! No! It's a great finish. An excellent forehand counter drop here from Abdullah. It's about an inch over the 10. What an ending to the match. Nick has got out of jail. He certainly has. Unbelievable match, that cuss. Great performance from Abdul there. I mean, I think he should have taken the match. Fitting the experience at the end. الحمد لله. شوف هذه الفانز شنو كاتبت لك؟ انا الحمد لله جمهوري دائما نشيط بالانستغرام. ترى انا احبك لما تفوز. استانست اليوم؟ ايه. ابيك تنزل لي صورتك عندي بحسابي عشان في جاس يعطوني لايكات. حاضر. من عيني هذه قبل هذه، بس خلنا نوصل للبيت. شوف هذه الكومنتات. زين خلاص قاعد اشوف الشارع. هي بعدين تعالي، انا اصغر عيالك تقول لي عبود؟ عبود لا تحرجني.
ترى انا احبك. عشان تحبيني تقولي لي عبود؟ ها؟ حبيبتي انت. يما وينك؟ مكاني مكاني. يما تعالي بسرعه. ايش فيك؟ بقول لك اني احبك 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 اكثر شيء في الدنيا. ايش فيك يما؟ ما في شيء. يما اسمعي، مش جاي اكل شيء حلو من ايدك. ان شاء الله يما، ما طلبتي شيء. حاضر من عيوني. فديت عيونك. بنتي اختفت. جي استخفت بنتي. يلا دشيت. وينكم تاخرتوا؟ قمت اوقع حق الناس عند الباب. حركات يعني مع الفانزات. اي بعد شو اسوي؟ ها عسى بس ما اذتك؟ اذتني؟ الا اذتني ونص. مش قايلين؟ مو سويت له شيء. ما يخالف حبيبي، مبروك ومن هلال الاعلى ان شاء الله. الله يبارك. يما ما فيها اعلى، بس انا بروم بالديره. سلام حركات، بعد هذه اكبر فانز لك. يلا غير ملابسك عشان احط لك العشاء. ما على انا مو مشتي شيء. بروح اريح شوي. على هواك. انت صح؟ مبروك الفوز عبد الله. الله يبارك فيك. تعالي انت وينك؟ ايش حقي ما شفتك المباراه؟ شفت المباراه في البيت، قلت اخذ راحتي. هالمره راح اطوف لك، بس مره ليه لازم اشوفك هناك. ان شاء الله. يلا انا ذكم. الله وياك. وي وهج، طافتك اللعبه، حدها تونس. صدق؟ ايه شفتها بالتلفزيون. صدق مبروك عليكم فوزه. الله يبارك فيك. وهج، انت ما جيتي عشان طلال صح؟ شنو وهج؟ قولي انتي وهج، عيب. ما لك شغل فيها. اصلا احنا انا وياها متفقين مو؟ أي. هي تناديني وهج وانا اناديها انتي ياسمينة مو؟ انا قلت لك اقعد في البيت لاني تعبانه واشوف اللعبه بالتلفزيون واكل مكسرات واقعد على راحتي. ياسمينة يلا ماما غيري ملابسك. يلا يلا شوي شوي على الدرج. وهج ابي اتكلم معك شوي. حياك. تكفى فهيد، اليوم نبي نستانس. اليوم عبيد وهج، الكلام اللي قالته ياسمينة صدق؟ رحاب الله يهداك، شنو صدق؟ ما في شيء، هو الموضوع ان طلال شوي عصبي بس. اكيد. اي اكيد. وهج حبيبتي، صدق هم كلهم اخواني، لكن انا حسبت امهم. اعرف شو اللي فيهم، شو اللي مضايقهم. حتى انت بعد، مو بس مرت اخوي ولا بس بنت عمتي، انتي مثل اختي. يعني اي شيء فيك، اي شيء مضايقك لازم انا اعرفه. بعدين كل واحد موجود في هالبيت انا مسؤوله عنه. وبيني وبينك يعني انا ملاحظه كذي، كنا في شيء مزعلك، مكدر خاطرك. ايش فيك؟ تحت شيء قولي. رحاب ماكو شيء. صدقيني اذا في شيء راح اقول لك، ما راح اخش عليك شيء. اوكي. اتمنى هالشيء. بس ياسمينة شو اللي خلاها تقول ان طلال هو اللي منعني؟ ما ادري ياسمينة يا اهل. عادي ما تقصد شيء.
أنا رحاب ها؟ يعني عرفتك عدل، ماني مدمغة. البنت أول ما تزوجت وطايرة فيك من الفرحة، والحين تغيرت مولي، حتى بالصالة ما تنزل تقعد معانا. رحاب رحاب، أرجوك خلاص. أنت دائما تكبري الموضوع، تسوي من الحبة أمه. قلت لك ما في شيء. كل ما دشيت، كل ما طلعت صاير شيء صاير شيء، بس خلاص عاد، يا. واحد ما يمدي يتحكى ما يمدي يقول شيء في هالبيت. يبونا نشوف كل شيء ونسكت. عاد تدري لو انا اعزف عود عشان ما احتجتك نهائيا. لا والله، يعني انت تحاجيني عشان العود؟ لا اتغشمر اتغشمر لك اتغشمر، عشيري واتغشمر وياك. عاد حظك يعني معجبات ومعجبين ويصورون وياك كل مكان تروح، وانا هذا حظي. يبيله بعد يبيله. شيء الرحاب؟ لا ما قلت لها شيء. عشان تقول ان في مشاكل بيننا وان انا اللي منعتش من الراحه؟ ما قلت لها شيء. اي نسمع وصيتك مثل ما حذرتك، اي شيء يصير بيننا هني بالشقه يعني وياك تطلع برا. ولا ترى وريك وجه الثاني. قصدك وجهك الثالث وانت الصادق. طال لي بوي بشر. ابشرك كل الامور تسرك ان شاء الله. الحمد لله. يصج مبروك على فوز ابو عيد بالمركز الاول. الله يبارك فيك. ما انا ما ادري ايش لبها السوالف، ما ادري. ما فيها شيء، خله دامنا متمكن. ايش حق؟ ايش حق انت متضايق؟ خليه يرفع اسم ديرته يا عمي. انا لي بسوالف الشغل بس، خير ما اعرف. هلا فهيد، تكفى العود خله عندك. تدري اذا درى في طلال راح يكسر على راسي. اي خله عندك. عمي تبيهم يجيبون لك القهوه هني؟ اي والله كان زين يبونه، بقعد هني شويه اريح. هذا السلام عليكم. هلا هلا بالنسيب. هلا بالحبيب. هلا والله. اي توبكتك نقعد هني مع فنجان قهوه كذي نضبط الامور. ها ان شاء الله ان شاء الله. يا احبك حق القعده برا. يا ابو بد الله يهداك، تعرفني مكتب ما احب اموني يعني. انا قاعد ساعتين اطق شبدي، تبيني كله بالمكتب بالمكتب ما يصير بعد. زين سوي. يلا حياك حياك. يلا يلا حياك. عمي تامر شيء؟ اي والله كان زين توصلنا على اثنين قهوه يبا، حقي وحق عمك ابو بدر. على امرك. قواك الله. تفضل. مشكور. حياك. تفضل. تبي احلى من هالمكان هذا بعد الله يهداك. قاعد بروح حلو. حبيبي في هالمكان. شلون اقنع فويز يصير شريكي؟ هلا هلا. السلام. هلا. طال عمرك انا مريت العماره اليوم، الحمد لله الشغل ماشي على حسب الاصول. وبالنسبه للعقد اللي وقعناه مع المقاول ان شاء الله خلال شهرين شهرين ونص تكون العماره جاهزه ان شاء الله. على طاري العماره، انا ابيك تشوف لي موقع زين بسوي شقه خاصه حقي انا، وابيك توصل عليها وتحط بالك عليها عدل.
ايش معنى؟ مالك شغل انت عاد بص عليها وخلاص. حاضر حاضر تامر ولا يهمك. زين طويل العمر بالنسبه للفندق اللي باسطنبول انا أقول مسعود وبعدين وياك انت ترى ذبحتني. انا قاعد هنا عشان اتكلم في الشغل. لا يبايا قاعد هنا عشان اوسع صدري انا. اذا عندك شيء حق الشغل هناك في المكتب هوني. ايه وانت صاج احنا نغير جو هني مو بشغل ومبين انك ضايق خلقك. رايك اشوف لنا سافره كذي تغير جو فيها؟ ايه هذا الحكي اللي يونس. ذبحتني شغل شغل. هذه ياسمين. الو جو عمي. هلا هلا حبيبتي الغاليه. هلا بياسمين شلونك يبا؟ الحمد لله. عمي شنو ما رحتي؟ وين اي؟ عمي نسيت وين بعد بيتنا محتفلين بفوز عبد الله. لا لا يبا ما نسيت بس ترى مالي تو الناس. تو الناس؟ شنو تو الناس عمي؟ الله يخليك تعال مشتاقت لك. لا خلاص يبا خلاص لا تحاتين بس عاد ترى بي على شانك. ها ايه يلا يبا مع السلامة. مع السلامة. ها ايش قال؟ قال بي. صدق؟ اي حياتي مستانسة؟ اي وايد. عبود 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 عمي شاهين بي. صدق؟ اي متى بي؟ الحين الحين. يلا زين. عبود اصغر عيال ان شاء الله. ياسمين هذه ذابحتني شوفتها ترد الروح. يا اخي البنت هذه ما ادري ايش تسوي تخليك تقرب حقها غصب. يا حلوه سوالفها عجيبه. هلا طلال. بغيتك توديني بيتكم عشان ابارك حق عبيد مناسبه الفوز. اللي تشوفه طلال تفضل. يا وكيل الله. زين طال عمرك قبل لا تروح اضبط لك السفره اشوف لك ديره حلوه كذي تناسبك. اي يا مسعود هذا الحكي الزين هذا الحكي اللي يونس. وذبحتوني ساعه شغل 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 ما يخلص دري. حاضر على الخشب. تسلم قواك الله. ان شاء الله. تفضل. يلا الله معك. فما الله فما الله حياكم الله. هلا تفضل عمي حيا. عمي وصل. هلا 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 يبا شلونك؟ الحمد لله. عمي شلونك؟ حبيبي هلا يبا شلونك؟ شو اخبارك؟ مبروك على الفوز. الله يبارك فيك. هلا عمي حياك الله تفضل. الله يحييك. عاد ما جيت الملعب عمي ما شفت لعبي. وين يا عبد الله بهالنوايا هذه؟ مبروك على الفوز من هلا على ان شاء الله. الله يبارك فيك اصلا عادي حتى طلال ما جا. فاضي لك انا. انا اهد شغله ويا حق هالسوالف انا وين هالسوالف وين عبالك مثلك اهد الشغل واجاب اللعب. مالك شغل بشغلي انا مستاذن وماخذ اجازه من صاحب الشغل. اتهد الشغل يبعد غير الاجازه لك مكافاه سمعه تستاهل. يعني انطر الشيك ما يبي له. نقدم بعد شيكات. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك خالي؟ الحمد لله. انت شلونك يبا؟ الحمد لله تمام عسى دوام ان شاء الله. أقول بس لكم طلال ما أذيك ترى كوفنا تكوفن عدل. طلال؟ إي بالعكس يعني طلال ما تطلع من العيبة وعازني ومدللني. زين أشوى أقول بعد حسبالي بس ترى سالفة العيال أنت وصختمها الحين اللي كبركم الحين ما شاء الله عيالهم طولهم. والله يا عمي ما أدري إيش أقول لك يعني إيش لنا بهالسالفة؟ تو الناس عليها إيش لنا بعوار الراس؟ ايه قول كذي يعني انت اللي ما تبي مو هي. لا لا سلمك الله مو السالفه كذي بس الله كريم ان شاء الله. الله كريم ان شاء الله. الفانز كاتبين خالد عليهم شعرت شخلي وايد.
أقدر أكلمك وقت ثاني بليز؟ أوكي، على راحتك. باي. باي باي. خلي رد على باجي ولا أقول خلي أدش تويتر شوف إيش كاتبين. طلال أنت متى تقدر حبي لك متى؟ متى تعرف إن أنا أحبك؟ أنت فاهم إن أنا أحبك ولا لا؟ شفيك وهج؟ شو المشكلة؟ كل هذا عشان أنا قلت لك إن أجل موضوع اليهال؟ شكو موضوع اليهال؟ كل ما أقول لك سالفة تقولي موضوع اليهال. خلاص أوكي أنا اقتنعت بموضوع اليهال، أنا الحين ما بأيب يهال. أوكي اقتنعت بكلامك بس أنا مشكلتي الحين مو اليهال، أنا مشكلتي شيء ثاني. يا يبا إيش قاصرك؟ مقصر معك بشيء أنا؟ ناقصك شيء؟ قاصرني أنت، قاصرني وجودك بحياتي. تذكر أول ما تزوجت ليش كثر كنت تقعد معي؟ الحين خمس دقايق ما أشوفك؟ عادي. كل الناس لما يتزوجون أول شهرين بعدين يتغيرون ويردون حق حياتهم الطبيعية. بس مو 24 ساعة تكون مشغول عني، لازم تعطيني من وقتك، ما يصير كذي يا طلال. خلاص شلون يعني تبيني أحد شغلي وأجاب لك غير السالفة هذه؟ لا أنا ما أبيك اسمعني. أنا ما أبيك تهد الشغل وتجابلني. أنا أبيك لما أكلمك ترد علي ما تحقرني. أنت شايف الحين أنا أكلمك حاقرني وماشي؟ خلاص هدي هدي وطي صوتك. جايبه أنا كذي، أنا طبعي كذي، أنا ما أحب سوالف حب وكلام فاضي وخرابيط. الحين صار الحب خرابيط وكلام فاضي؟ تذكر قبل ما تمل وأنت تغزل فيني وتسولف معاي؟ قبل كنت محسسني بوجودي بس الحين لا. خلاص يا بس خلاص صوتك بس خلاص سكري حلج كلامك وعليه بس. فيني ما عرفت أتصرف، ما صدقت على الله إني أسمع صوته وإني أكلمه. أقوم وأدوده كذي، كنت راح يفهمني غلط. سيتي اوبن ذا دور. جود مورنينج، وين بابا؟ بابا موجود. حياك طلال، تفضل. عمي اوه سلامات سلامات. الله يسلمك. الحين ما بدلت حسن ما شرش فيك؟ لا سلامتك، بس عقب ما حكيتك حسيت بصداع، صداع قوي حيل يا طلال. لا شوف تبي اوديك الطبيب؟ لا لا ما له داعي، ما يستاهل الموضوع. كل ما في الامر انه يبي لي راحه شويه. انت الحين روح الشركه واذا في اي شيء كلمني. حاضر اللي تشوفه طال عمرك. حياك الله يبا. يلا سلامتك، ما تشوف شر. شر مايك فما الله.
اي تسرعت ورحت تفاوض مع مغاول ثاني. حبيبي جمال انا كذا مره قلت لك نزل نزل، انت معيب تراضي تنزل، شو اسوي لك يعني؟ طال عمرك ما كنت فاهم الشغل، كنت غشيم، بس الحين فهمت. 10,000 حلوين؟ شنو؟ 10؟ انت ايش فيك يا نيت؟ شو تقول؟ شو تخربط؟ ابو بدر انت ما انت خسران شيء. الشغل اذا انا سويته او واحد ثاني سواه بنفس الجوده. كل اللي بيفرق انك بتاخذ كم بيزه. ادري ما انت ناقصها بس 10,000 مو طاقينك بعصه. جمال انت ايش فيك؟ ظاهر تدعش مكتبي بالغلط. 15 حلوين؟ 20 موافق ومسكت. تكفى يا شاهين لا تفهم الموضوع غلط. لا غلط ولا صح. واحد غيري كان رفع عليك قضية. أنا عشان صلة الخراب اللي بيننا وعشان العيش والملح وعشان سارة أختي اللي هي زوجتك بحل الموضوع بدون مشاكل ومن باكر. إيش حق من باكر؟ من الحين ما بشوف رجعة وجهك مولية. زين عطني فرصة خليني أشرح لك الموضوع. قلت لك ما بسمع شيء. يه ما تفهم أنت؟ طلال لا طلبك من باكر تنهي كل إجراءات مسعود في الشركة. ما بشوفه في الشركة. اللي تأمر فيه طال عمرك. أنا ماشي بس إن ظلمتني يا شاهين أنا ما خنتك. أنت خنتني وخنت الأخوة والصداقة اللي بيننا. ولعلمك ترى كانت توصلني أخبار عنك إنك تأخذ رشاوي من الشغل، لكن كنت محتاج الدليل. أنا بدارك وثقت فيك وعزيتك وحسبتك أخو، آخرتها تأخذ رشاوي من الشركات. طلال ياما قال لي عن سوالفك ولاعيبك لكن ما كنت صادقة. لكن الحين عقب اللي سمعته كل شيء انكشف وبان. والحين اطلع برا برا. انا ماشي والايام تثبت لك اني انا مظلوم. برا. ولا يهمك طال عمرك ولا يهمك، انا حاضر وخدمتك من ايدك هذه لايدك هذه. بعرف الحين ايش سالفتكم؟ ايش صاير بينك انت وعمي شاهين ومسعود؟ مسعود؟ بين على حقيقته اخيرا. ها شلون؟ مسعود سلمت ان شاء الله ياخذ رشاوي من الشركات ومن المقاولين على حساب الشغل. وانا ياما كنت اقول حق عمي بس ما كان يصدقني. لين صاده وطرده. اوف معقوله؟ معقوله مسعود يسوي كذي؟